ورحمه الله تعالى وبركاته طبيب السنه الرابعه متوسط اليوم جبت لكم فقره هي ماي دريم جوب رح نترجمها لكم اللي عجبتو يديرها عندي فقرة خلف راح نحطها لكم أقل منها ولكن اللي يكون مليح في واللي دير اللي يحب يستعمل هذه يستعمل واللي يحب يدير الفقرات اللي رايحة نديرهم فيما بعد يدير هذه وحدة من الفقرات I would like to be a writer أريد أن أكون كاتب You can laugh but this is the truth تستطيع الضحك ولكن هذه الحقيقة It's not because of the money or the fame or the recognized when I walk down the street هذا ليس بسبب المال أو بسبب بسبب الشهرة أو بسبب أن يعرف الناس عندما أمشي في الطريق. it's not about that. I don't care about that. لا أهتم بذلك. I want to be a writer because I would like to tell stories to people. أريد أن أكون كاتباً لأنني أريد أن أخبر الناس بحكايات. things that are inside my head. أشياء في عقلي. okay. inside my heart وفي قلبي when i write i feel free i feel extremely good عندما اكتب احس انني حره واحس بانني في مزاج زيد. جيد i abandon my body and i fly اترك جسمي واطير i travel اسافر i travel to the world of imagine of my imagination اسافر لعالم مخيلتي when where everything is good واين كل شيء جيد there هناك in the world في ذلك العالم there is no place for mean people or sadness or other feeling ليس هناك مكان للناس mean people هم الأشرار الحزن or other أو, أو, أو أحساس آخر that are bad for us والتي هي شيء سيء لنا everything is so perfect كل شيء جيد that we really want to live there حتى أننا نريد أن نعيش هناك. هي تحكي المخيلة تاعها تحب تعيش هناك. لذلك تحب أن تكتب لأنها تتخيل شيء مليح، كل شيء ماشي سيء I think the reason why there are so many people uh, want to live. عفوا، so many people we don't like writing who don't like writing is because they don't know how to do it. قالك الناس ما يحبوش يكسبو لأنهم لا يعرفون كيف يقومون بذلك. When it turns on we can't let it turn off we have to grab it and work on it once we grab the idea قال كي الفكره ونحكموها كي نحكموها other idea will show up and becomes easy to write قال كي نلقاو فكره فكره ورا فكره نقدروا نكتبوا بسهوله and even a book خاصه حتى تكتبوا to write a text or even a book حتى كتاب. I believe that the secret and I will try to do this every time وأحاول أن أقوم بذلك كل مرة أكتب فيها. But I don't believe that I could be a writer in the future ولكن لا أؤمن بأنني سأكون كاتب. It's very hard to write books with quality. إنها جد صعب أن أكتب كتبا لديها نوعية. هذه فقط واحد يحلم بالكتابة ولكن شوية قيلة على واحد عادي. حبيت فقط نتقاسمها معكم عجبتني أه ولكن راح ندير لكم وحده اقل منها صعوبه تابعوني الى اللقاء